مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا فاطمة ودي قناتي. هعمل لكم النهاردة بانكيك، هعمله بطريقة حلوة جدا 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 وسهلة جدا بمكونات ومقادير موجودة عندنا في كل بيت. بأقل مكونات واقل مقادير هتطلع معانا كمية حلوة قوي قوي من البانكيك. تقدروا تعملوه بنفس الطريقة وهتحبوه جدا جدا جدا. يعني لو جايلك ضيوف فجأة ومحتارة تقدم لهم ايه، تقدري تقومي تعملي البانكيك ده حلو قوي قوي. تقدري تقدميه مع اي نوع فاكهة متاحة عندك، جميل جدا جدا. زي ما قلت مش مكلف خالص، مش بياخد اي وقت خالص خالص، وبجد بجد حلو قوي قوي قوي. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، واتمنى ان انتم تجربوا وصفتي وتقولوا لي رايكم فيها ايه. يلا بينا بقى نبدا مقاديرنا، نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في وصفتنا. اول حاجه كده انا معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه من الملح، معايا 3 حبايات من البيض، معايا كوبايتين من الحليب، 4 معالق من السكر، 3 معالق كبيره من الزبده، ومعلقه كبيره من عصير الليمون او الخل، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج بودر وفانيليا. في الخلاط بقى او المضرب او اللي تريحك او اللي تحبيه تقدر تستخدميه. هبدأ اضيف هنا البيض، عندي 3 حبايات من البيض، هو المفروض حبايتين بس من البيض، بس انا البيض اللي كان عندي حجمه صغير فاستخدمت 3 حبايات بيض. لو البيض اللي عندك حجمه كبير تقدر تستخدمي حبايتين بس من البيض، يبقى انا استخدمت 3 حبايات من البيض، معلقة كبيرة من عصير الليمون او الخل، وكمان فانيليا. هبدأ اضرب في الكلام ده كده مع بعض لحد ما البيض بتاعي لونه يتغير ويكون لون اقرب للون الابيض زي ما هتشوفوه معايا كده دلوقتي اهو. تمام كده. هبدأ بقى اضيف بقية المكونات اللي عندي، اللي هي 4 معالق من السكر، كوبايتين من الحليب، ادي كده معايا كوباية من الحليب، هضيف كمان الكوباية التانية، كوبايتين من الحليب، هضيف كمان عندي 3 معالق كبيرة من الزبدة. لو مش متاح عندك زبدة تقدري تستبدليها بالزيت، تضيفي 3 معالق او 4 معالق من الزيت، بس الصراحة البانكيك بيكون احلى واطعم بالزبدة، فلو مش متاح عندك زبدة مفيش مشكلة، بيكون حلو برضو بالزيت. هبدأ أضرب بقى المكونات دي كلها كده مع بعض لحد ما تتجانس مع بعضها وتديني القوام اللي أنا عاوزاه. طبعا لو وصلت معايا للمرحلة دي من الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، وأتمنى أن انتوا تجربوا وصفتي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. تمام كده خلاص، أنا ضربت المكونات السائلة بتاعتي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده في بولة فاضية. بقى هبدأ أضيف كده المكونات اللي أنا ضربتها في البولة، وفي مصفى كده بقى هبدأ اضيف فيها الكوبايتين من الدقيق، الدقيق اللي عندي دقيق متعدد الاستخدامات، وعليهم طبعا رشة من الملح، وعليهم كمان معلقة كبيرة من البيكنج بودر. هبدأ انخل الكلام ده كده مع بعض المكونات الجافة على المكونات السائلة. تمام كده خلاص، انا نخلت الدقيق والبيكنج بودر اللي عندي وهبدأ كده اضرب فيهم كويس جدا جدا بالمضرب اليدوي. هبدأ اضرب فيهم لحد ما يديني القوام اللي انا عاوزاه، والقوام بتاعه بيكون اخف من قوام الكيكة العادية، وبيكون اتقل من قوام عجينة الكريب. هتشوفوا معايا دلوقتي، انا دلوقتي بضربه كويس جدا جدا لحد ما اتاكد ان المكونات كلها دابت مع بعضها والدقيق اختلط بقيه المكونات زي ما انتوا شايفين كده. هو ده القوام المظبوط للبانكيك بتاعي اهو، اخف من قوام الكيكه واتقل من قوام عجينه الكريب. تمام كده، انا بقى هركنها، هغطيها كده واركنها حوالي نص ساعه كده على جنب لحد ما ترتاح، وبعد ما ترتاح نبدا نشتغل فيها ونشوف هنعمل فيها ايه. بعد النص ساعه ما فاتت كانت عجينه الكريب بتاعتي ارتاحت، ومعايا كده طاسه على النار، هبدا
امسحها بمسحة من الزبدة بسيطة كده، وتكون النار متوسطة. هبدأ انزل بكمية من خليط البانكيك الموجود عندي زي ما انتم شايفين كده، واهم حاجة تكون النار عندي متوسطة. وهبدأ بقى اضيف كمية من كمية عجينة البانكيك في الطاسة بعد ما مسحتها بمسحة من الزبدة. وهبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده، خلاص هي كانت داخلة في السوى. لما بلاقيها عملت الفقاقيع اللي انتم شايفينها معايا دي، ببقى متأكدة ان هي خلاص بدأت تاخد اللون من تحت وبدأت ان هي تدخل في السوى. لما بقى توصل معايا للشكل اللي انتم شايفينه معايا ده، هبدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية عشان تاخد اللون من الناحية التانية. شايفين واخده لون حلو قوي قوي. زي ما قلت اهم حاجه تكون النار متوسطه. تمام كده. هفكركم تاني لو وصلتوا معايا للمرحله دي من الفيديو، ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. واتمنى بجد ان انتم تجربوا وصفه البانكيك بتاعتي بنفس الطريقه وتقولوا لي رايكم فيها ايه. هبدأ ان انا اعمل كده كمان واحدة برضو بمسحة كده بسيطة من الزبدة. هبدأ انزل بكمية من عجينة البانكيك، واول ما تبدأ ان هي تستوي معايا ولونها كده يتغير، هبدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية عشان تاخد اللون من الناحية التانية. تمام كده. بجد يا جماعة أحلى وأخف ويعني طريقة للبانكيك، بجد لو جربتوها تحبوها. أنا هنا كنت خلصت الكمية بتاعته كلها من البانكيك، كوبايتين الدقيق عملوا معايا كمية محترمة جدا جدا، كمية حلوة قوي. بجد هتشرفك قدام ضيوفك. شايفين طالع حلو جدا جدا، خفيف وهش، وريحته هو بيستوي على النار كده كانت حلوة قوي قوي. دلوقتي بقى انا هقدمه بالطريقة المعتادة اللي هي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، معاها قطع من الزبدة والعسل، وكمان اي نوع فاكهة متاح عندك في البيت بتكون حلوة برضو مع الفاكهة. اي نوع فاكهة متاح عندك في البيت تقدري تقدميه جنب البانكيك. شايفين طلع حلو ازاي؟ طلع حلو جدا جدا جدا، جميل قوي قوي. وهنا انا بحب برضو ان انا اكله مع النوتيلا. هنا كده انا ضفت معاها نوتيلا، ومش قادره اقول لكم بتكون حلوه قوي قوي. وبرضو تقدروا تقدموا معاها شوكولاته زي ما تحبوا، ممكن تقدموا معاها مربى، ممكن تقدموا معاها ايس كريم، ممكن تقدموا معاها كريم شانتي. حلوه قوي قوي قوي. انا برضو بحب اكلها مع الزبادي والمربى، بيكون ميكس حلو جدا جدا جدا. طريقة التقديم وطريقة الاكل على حسب ذوقكم وعلى حسب انتوا بتحبوا ايه. وزي ما قلتلكوا تقدروا تجربوا الوصفة بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. واتمنى ان الوصفة بتاعتي تعجبكم وتطبقوها، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.